بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن سبق البيان والوضوح على انتفاء التمييز الحاصل بين مكونات الأسرة الذكر والأنثى الزوج والزوجة، تبقى بعض المصطلحات وبعض النصوص القائمة تثير بعض الجدل، وهو مصطلح القوامة. فالآن في هذه الحصة إن شاء الله سنحاول أن نبحث في مصطلح القوامة بين المساواة والتمييز داخل مؤسسة الأسرة. إن الموجه الرئيس لهذه المعادلة داخل مؤسسة الأسرة في التصور الإسلامي آية القوامة، حيث قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فما أثير حول الآية الكريمة من جدل من إمكانية الإقرار بالتمييز بين الزوجين المرأة والرجل، أو بالأحرى بين الذكر والأنثى، أمر يستدعي طرح مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: ما مفهوم التمييز الذي تقره هذه الآية الكريمة؟ ثانيا: ما هي العناصر التي يتم التمييز بينها؟ ثالثا: ما هي دائرة هذا التمييز وحدوده؟ رابعا: ما هي الاعتبارات التي يتم على أساسها هذا التمييز؟ خامسا: هل هذا التمييز في حالة ثبوته هو تمييز سلب وانتقاص واحتقار، أم هو تمييز إيجاب وغنى لتحديد الخصوصيات التي انفرد بها أحد الزوجين عن صاحبه؟ وتحقيق معنى القوامة في لسان العربي وعند مفسر الأمة في تناولهم لهذه الآية الكريمة يكشف المسألة ويبينها. وهكذا يمكن القول إن القوامة هي بمعنى المحافظة والإصلاح، والمراد بها أن الرجال متكلفون بأمور النساء معنيون بشؤونهن. والقيوم من أسماء الله الحسنى، وهو بمعنى القائم بتدبير أمر خلقه. وقيم المرأة زوجها، وقام الرجل على المرأة مانها، وأنه لقوام عليها مائل لها، وهي من المؤونة والقوت. فمفهوم القوامة يؤسس لمسائل مهمة هي: أولاً، أن القوامة هي إصلاح وتدبير وقيام على الشؤون. إذن فهي وظيفة أسند آداؤها إلى الرجل، فالقوامة بهذا المعنى لا تفيد التمييز، تمييز الذكر عن الأنثى، وإنما هي تكليف خص به الرجل وسقط عن المرأة، كما خصت المرأة بوظائف سقطت عن الرجل كالحمل والرضاعة مثلا. باء: أن هذه الوظيفة تنصرف في الغالب الأعم إلى قضاء الحوائج وتدبير الأمور التي لا تتناسب مع طبيعة المرأة وخصوصياتها، أو أنها سقطت عنها شرعاً كالمهر والنفقات والكلف التي أوجبها الله على الرجل، وتأكيد ذلك نظم الآية وسياقها بعد ذلك، حيث قال تعالى: وبما أنفقوا من أموالهم، وهو ما ذهب إليه أكثر واحد من مفسر الأمة لهذه الآية. وبذلك فإن القوامة تنصرف إلى التسيير المالي والتكاليف المادية الواجبة على الرجل شرعاً، وقد سقطت على المرأة في جميع أحوالها أماً وأختاً وزوجةً وبنتاً. قال الطبري: من سوقهم إليهن مهورهن وإنفاقهم عليهن. وقال الرازي: يعطيها المهر وينفق عليها. جيم: أن القوامة ليست بمعنى القهر والتسلط، وإنما هي بمعنى الحفظ والإصلاح والتدبير والرعاية. وتأكيد انتفاء هذه المعاني عن أصل الكلمة مقام الألوهية، القيم والقيوم، إذ معنى القيوم في حقه سبحانه وتعالى تدبير شأن الخلق من غير قهر ولا إجبار، وهو سبحانه وتعالى القادر على ذلك والقاهر فوق عباده. إذن فكيف يستقيم أمر القهر والتسلط في مقام العبودية، حيث لا سلطان
للعباد على قلوب بعضهم بعضا وهو منتف في مقام الألوهية. زد على ذلك أن تفسير القوامة بمعنى التسلط والقهر يتعارض مع القواعد الكبرى الضابطة لعلاقة الرجل بالمرأة في التصور الإسلامي بعامة، وبعلاقة الزوج بزوجته بخاصة، من مثل ضابط الرضا والتشاور والاختيار والتعاون، فضلاً عن معاني المحبة والمودة والسكينة وغيرها من القيم الراقية الموجهة لهذه العلاقة، مما هو منصوص عليه في الكتاب العزيز وفي السنة النبوية الشريفة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. وقال أيضاً: استوصوا بالنساء خيراً. دال إن الآية الكريمة ليس فيها ما يفيد لا تصريحاً ولا تلميحاً على أن هذه القوامة محصورة في دائرة علاقة الزوج بزوجته، وبناء عليه جاز لهذه القوامة أن تمتد إلى قوامة الأب على ابنته وقوامة الولد على والدته، وفيه دلالة على انتفاء معنى القهر والتسلط وتأكيد معنى الحفظ والخدمة وقضاء الحوائج، لأن الابن مثلا لا يمكن أن يتسلط على أمه بحال، وقد أمر أن يخفض لها جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ها أن القوامة مرتبطة بشرط النفقة، وعليه جاز انتفاؤها عند انتفاء شرطها، وهو مذهب مالك والشافعي، حين في إجازتهم فسخ عقد الزواج عند إعصار الزوج. قال الإمام القرطبي: فهم الجمهور من قوله وبما أنفقوا من أموالهم أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواما عليها، وإذا لم يكن قواما عليها كان له فسخ العقد لزوال المقصود الذي شرع لأجله النكاح، وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح عند الإعصار بالنفقة والكسوة، وهو مذهب مالك والشافعي. واو الرجال قوامون على النساء. قال القرطبي: ابتداء وخبر. إذن فالجملة مفيدة وتامة، وبعد ذلك يستأنف الكلام فيقول تعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض، لتستقل هذه الجملة بمعنى جديد وإعراب خاص، وفيه دلالة على أمور جديدة منها. أولاً أن الفضل في الآية الكريمة نسبي وليس مطلق، والمراد ما أنفقوه في الإنفاق على النساء وبما دفعوه من مهورهن من أموالهم. ثانياً أن الفضل مشترك بين الرجال والنساء، لأن الضمير في قوله تعالى بعضهم عائد على الرجال والنساء، فلا معنى لحبسه على الرجال. قال أبو حيان: الضمير في بعضهم عائد على الرجال والنساء، فهو إذن تخصيص لكل زوج بخصائص تميزه عن صاحبه من غير تنقيص ولا تحقير لأحدهما على حساب الآخر. قال الرازي: فإنهما وإن اشتركا في استمتاع كل واحد منهما بالآخر أمر الله الرجال أن يدفعوا إليهن المهر ويدروا عليهن النفقة، فصارت الزيادة من أحد الجانبين مقابلة بالزيادة من الجانب الآخر، فكأنه لا فضل. رابعاً أن اعتبارات التفضيل لم تحدد في قوله تعالى بما فضل، فلكل فرد من الرجل والمرأة حظ من هذا الفضل يفضل به صاحبه. والأهم من ذلك أن هذه الأفضلية لا تقوم على أساس الاختلاف في الجنس، بدليل أن التفضيل منه سبحانه وتعالى قد وقع داخل الجنس الواحد. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض،
ومعلوم أن الرسل الكرام كانوا من جنس الذكور، حيث قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وبذلك يستبعد التفضيل بين الرجل والمرأة على أساس الجنس. خامسا، أن القاعدة العامة للتفضيل في التصور الإسلامي هي التقوى. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فعلم بذلك أن الاختلاف في الجنس ليس بقيد ضابط منضبط في تحديد الأفضلية بين الأجناس البشرية. ها، إذا كانت القوامة هي إدارة وإشراف على الشؤون المادية وهي مما خص بها الرجل، فذلك لا يعني ضرورة الرفع من مقام الرجل والحط من مكانة المرأة، وذلك لأمور منها: أولاً، أن المرأة شريك بنص قطعي الدلالة والثبوت في الإشراف والتسيير مع الرجل. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ثانياً، أن هذه الإدارة لا تعني استبداد الرجل بالأمر، لأن قاعدة الشورى شرط أساس لإلجاح المؤسسات والشركات في التصور الإسلامي، حيث قال تعالى: وشاورهم في الأمر، وقال أيضاً: وأمرهم شورى بينهم. فكيف تستثنى مؤسسة الأسرة من هذه القاعدة، قاعدة الشورى، وهي الشركة التي امتازت بقيم إنسانية راقية يعز توافرها في غيرها من الشركات الإنسانية الأخرى؟ قال تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض بينهما وتشاور فلا جناح عليهما. وقال تعالى أيضا: واتمروا بينكم بمعروف. واو، أن القوامة لا تعني علاقة السيد بالعبد، وإنما هي مسؤولية محددة أنيطت بالرجل. ومن هنا تأتي الدعوة إلى مراجعة الخطاب التفسيري لمصطلح القوامة وما رافقه من معجم جارح وعنيف يتعارض مع روح الشرع الحنيف في تناوله لعلاقة الرجل بالمرأة. إذ الملاحظ أن بعض هذه الكتب قد جنحت إلى تفسير القوامة بالأمر والنهي والتسلط والاستبداد والسيطرة والقهر، وفيه مخالفة صريحة لما جاء في المعجم القرآني السمح فيما وظفه من ألفاظ التودد والعطف والرحمة والعدل والإنصاف وغيرها من الألفاظ الراقية عند حديثه عن علاقة الرجل بالمرأة بعامة وعن العلاقة الأسرية بخاصة. ها، أن القوامة هي كد وسعي وقيام دائم ومستمر، وهي بهذا المعنى عمل إضافي قد يستدعي تعويضاً إضافياً، وهذا التعويض إنما كان بسبب ذلك المجهود الزائد وليس لامتياز العائد إلى نفس الجنس، حيث قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فبعد التأكيد على المماثلة الثابتة بينهما بالمعروف في الحقوق، جاء التنصيص على الدرجة المحققة بمقتضى المجهود بالإنفاق والرعاية والحفظ الواجب على الرجل تجاه أسرته. ولهن مثل الذي عليهن. قال الطاهر بن عاشور: أول إعلان العدل بين الزوجين في الحقوق. ولهذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم يدققون في مسألة الدرجة بحسب أحوالهم. ففي المقام الأول، حيث يقول تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ومتى تعلق الأمر بالتساوي بين الرجل والمرأة، كانوا يسلمون ولا يتحرجون من الاعتراف بذلك. قال ابن عباس رضي الله عنه: إني أتزين لزوجتي كما أنها تتزين لي. ويقرأ الآية السابقة:
وقال ابن كثير: ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف. وقال الشيخ رشيد رضا: فهذه الجملة تعطي الرجل ميزاناً يزن به معاملته لزوجته في جميع الشؤون والأحوال، فإذا هم بمطالبتها بأمر من الأمور يتذكر أنه يجب عليه مثله بإزائه. المراد أن الحقوق بينهما متبادلة، وأنهما أكفاء، فهما متماثلان في الحقوق والأعمال، كما أنهما متماثلان في الذات والإحساس والشعور والعقل، أي أن كل واحد منهما بشر تام، فليس من العدل أن يتحكم أحد الصنفين بالآخر ويتخذه عبداً يستذله ويستخدمه في مصالحه. أما في المقام الثاني، وعندما يتعلق الأمر بالدرجة التي قد تفيد الزيادة، فإن السلف الصالح كانوا يتنازلون مخافة فوات المنزلة وضياع المرتبة. يقول ابن عباس رضي الله عنه: تلك الدرجة إشارة إلى حظ الرجل على حسن العشرة والتوسع للنساء في المال والخلق، أي إن الفضل أن يتحامل على نفسه. وقد علق ابن عطية الأندلسي على هذا الأمر بقوله: وهذا قول حسن بارع. قال الطبري: ثم ندب الرجال إلى الأخذ عليهن بالفضل. فقد جعل أبو جعفر هذه الجملة حثاً وندباً للرجال على السمو إلى الفضل، لا خبراً عن فضل قد يجعله الله مكتوباً لهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أيضاً أنه قال: ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها، لأن الله تعالى ذكره يقول: وللرجال عليهن درجة. واستنظف الشيء أي أخذه كله. وقد علق الطبري قائلاً: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس، وهو أن الدرجة التي ذكر الله تعالى ذكره في هذا الموضع الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها، وإغضاؤه لها عنه، وآداء كل الواجب لها عليه. بل الأكثر من هذا الحذر والتحفظ، فقد اختار بعض العلماء كسيد قطب رحمه الله الأحوط من ذلك، وهو أن يجعل هذه الدرجة مقيدة وخاصة بحالة الطلاق التي ذكرت فيها، وسنده في ذلك نضب الآية، حيث قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. قال سيد قطب: أحسب أنها مقيدة في هذا السياق بحق الرجل في ردهن إلى عصمتهم في فترة العدة، وقد جعل هذا الحق في يد الرجل، لأنه هو الذي طلق، وليس من المعقول أن يطلق هو فيعطي حق المراجعة لها هي، فهو حق تفرضه طبيعة الموقف، وهي درجة مقيدة بهذا الموضع. ومما يعضد رجاحة اختيار الطبري وسيد قطب من أن تكون الدرجة في هذا المقام حثاً وترغيباً وندباً للزوج إلى مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال أدلة نذكر منها: ألف، أن لفظ الدرجة في القرآن الكريم قد ورد في ثلاثة مقامات أخرى إلى جانب المقام السابق من سورة البقرة، وفي كل تلك المقامات حيث إن اللفظ أريد به إظهار التفاضل والتفاوت بين الأطراف المتحدث عنها، فقد تقدم ضابط كاشف شاهد على ذلك التفاوت الحاصل. قال تعالى: لا يستوي، هذا هو الضابط، لا يستوي، وهو نفي المساواة بين تلك الأطراف،
كما في التوضيح الآتي: أولاً، تفضيل المجاهد بماله ونفسه عن القاعد عن الجهاد بدون عذر، حيث قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. ثانياً، تفضيل المؤمن بالله المهاجر المجاهد في سبيل الله عن ساق الحجيج المعمر للمسجد الحرام، حيث قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. ثالثاً، تفضيل المنفق من ماله المقاتل في سبيل الله قبل الفتح عمن جاء بذلك بعد الفتح، حيث قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. إذن فالدرجة بحسب الآيات السابقة هي مقام ارتقى إليه المسارع في الخيرات، وفضل ناله بسبب تضحيته وبذله في سبيل الله، فصار حري به أن يتقدم عمن فوت على نفسه هذا الخير وفرط في ذلك الفوز. وبهذا يتضح الفارق بين الدرجة المحققة بالعمل الصالح والتي هي سبب للتفاضل، وبين الدرجة التي ندب إليها الأزواج في سورة البقرة، وهي ليست فضلاً قدر للرجال دون النساء كما وضح ذلك الإمام الطبري رحمه الله. ب: أن تكون هذه الدرجة مقيدة بحالة الطلاق، وهو ما دعي إليه الأزواج من العفو في هذه المرحلة الحرجة. والنموذج حالة الطلاق قبل الدخول، حيث قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. قال الرازي: هذا خطاب للرجال والنساء جميعا، فندب تعالى كل واحد منهما إلى فعل ما يزيل التأذي عن قلب صاحبه، فندب الزوجة إلى أن يطيب قلبها بأن يسلم المهر إليها بالكلية، وندب المرأة إلى ترك المهر بالكلية. فذلك حث وترغيب في التزام كريم الأخلاق من العفو، وهو إسقاط الحق في المقام الأول من جانب الزوجة، وفي المقام الثاني من جانب الولي أو الزوج على رأي الجمهور. ثم السعي في طلب الفضل من قبل الزوجين معا. فعن جبير ابن مطعم رضي الله عنه أنه تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، فأكمل لها الصداقة وقال: أنا أحق بالعفو. إن التأمل للإجراءات المشددة التي أحاط بها الشرع الحكيم وضعية المرأة المطلقة قبل الدخول وما دعا إليه من التخلق بخلق العفو وربطه بالتقوى مع الدعوة إلى الفضل والإفضال من قبل الأزواج، يدرك قيمة الدعوة إلى ضرورة استحضار هذه القيم عند الطلاق بعد انفصام علاقة زوجية تعاشر فيها الأزواج وسكن فيها بعضهم إلى بعض مع احتمال وجود الأبناء. وعليه فإن الدرجة المنصوص عليها في قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، قد تكون مقيدة وخاصة بالمرحلة حسب ما ذهب إليه سيد قطب، وهي دعوة
للاستكثار من مكارم الأخلاق من جانب الزوج، لأن استحضار ذلك والنفوس مجروحة والقلوب منكسرة أقوى وآكد من مراعاتها، والزوجية قائمة حيث تسود المحبة وتخيم السكينة. وقد تكون ندباً وحثاً إلى مكارم الأخلاق كما ذهب إلى ذلك الإمام الطبري المتوفى 310 للهجرة، وهو شيخ المفسرين وأقربهم إلى عهد الصحابة والتابعين. وخلاصة ما سبق وبعد التدقيق والتحقيق يمكن القول إن الحديث عن القوامة بمعنى القهر والتسلط والاستبداد من جهة الرجل، وبمعنى الاحتقار والدونية والتنقيص في حق المرأة، لا أصل له في التصور الإسلامي، وإن معنى القوامة هو تسيير وتدبير تشاركي يسهم فيه الرجل والمرأة كل من موقعه وحسب قدراته ومواهبه، وهي أدوار تتكامل وتتضافر لحفظ ضروريات الأسرة وتحقيق حاجات المجتمع. أما المساواة بين الزوجين فيمكن القول إنها قاعدة قارة في التصور الإسلامي إذا ما تعلق الأمر بالأسس العامة المتعلقة بالنوع كالتكريم والمسؤولية والحقوق والواجبات وغير ذلك مما لا يتأثر باعتبارات الجنس. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم من آدم وآدم من تراب. أما حينما يتعلق الأمر بالخصوصية التي تعود إلى الاختلاف في الجنس فإن هذه القاعدة تغيب، قاعدة المساواة، لا ليحل محلها التمييز والتفاوت والتحقير والدونية، وإنما لتنتفي معاني المثلية والتطابق التي تتفق مع معنى الفرد ولا تدخل في معنى الزوجين، وليس الذكر كالأنثى. والحمد لله رب العالمين.